حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج فجر الأبوذية. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وكفانا وكفاكم الله شر هذا الوباء، وشافى كل مريض بحق مريض كربلاء. أحبتي المشاهدين، اليوم ضيفنا مميز جدا وحلقة حسينية بطعم المنبر الحسيني وبطعم الشعر الحسيني، مختلفة جدا. عادة ما تكون الأبوذية قليلة في الوسط في جانب القضية الحسينية. اليوم لدينا شاعر مبدع وجميل، ألا وهو الشاعر السيد علي الموسوي. حياك الله سيدنا. سيدنا يا مرحبا، حياك الله. عظم الله أجرك. عظم شكرا للدعوة. شكرا للكادر الجميل وبرنامجك الممتع. أنت الأجمل. أنت الأجمل. إن شاء الله أكون ضيف خفيف ظل عليك. الله يسلمك سيدنا. حياك الله وأهلا وسهلا. الله يديمك سيدنا. الله يحفظك سيدنا. نبدي فقرة المنافسة الشريفة أو التحدي، لمن بعدك؟ سيدنا الغالي، هي ليس بالمنافسة أو التحدي بل للأجر. للأجر إن شاء الله. الحسين عليه السلام. أحسنت سيدنا. بل للأجر. نعم. مولاتي زينب. نعم. تقول فقد حسين مو قد غضى بالخيل بدليلي ويا خليل القطع. بالخيل ترى القرآن ما ينسحق بالخيل، انسحق وعلى الرمح رتل عليه. الله الله. ما ظل شي. الله. فقد حسين مو قد غضى بالخيل بدليلي ويا خليل القطع بالخيل. الله. ترى القرآن ما ينسحق بالخيل، انسحق وعلى الرمح رتل علي. الله. ما ظل شي. يا زينب يوم يومين وعيونك لعد راس حسين. يومين ما ظل شي. يا زينب يوم يومين وعيونك لعد راس حسين، يوما ان هضمت من انشت العباس يومين خذوا خنصر وترشية رقية. الله الله الله. يا زينب. الله. يا زينب غير الله ما يعينك. اي غير. يا زينب غير الله ما يعينك على ذنب، وشنه بالطف ما يعنك. اعرفت تشالي ايش ما صب ما يعينك. بعينك فارش العباس فيه. الله. حنين معون ما واحد لحنها يصل وعلى النحر غرد لحنها. مهرتك عما يا جاسم لحنها، دليلك حيلها استشهد علي. الله. اطلعت من شدة. ام عون تقول اطلعت من شدة يا عم وشدة، لفتني وقت لش سوى وشد. طلعت من شدة. اطلعت من شدة يا عم وشدة، لفتني وقت لش سوى وشد. ابوك الراسه ما يشد وشده، وعمت عين ابو قي اشر عليه. الله. تاج راسه. الله سيدنا. الله خادم. احسنت يا سيدنا. الله يحفظك سيدنا. عادة نشوف القضية الحسينية والأبوذية بالتحديد قليلة في وسط الشعراء، وقليلة في كتابة الشعراء يكتبونها، مو ما يكتبونها، كل الشعراء كاتبين أبوذية حسينية، ولكن اختصاص أبوذية كتابة حسينية نلقى هذا اللون وافر بغير جانب. بالضبط. وشحيح بهذا الجانب. بارك الله. شنو السبب سيدنا؟ سيدنا بالبداية إنه الحسين قضية ليس من السهولة كتابة. الجانب اللي تحدثت عنه أنت اليوم سيد علي، إذا يريد يكتب عن جانب غير الحسين أبدأ أكتب لك منه لحد ما وصل، بس من بين قوسين أخلي الحسين يقبال ورد أكتب عليه سيد أواجه صعوبة. ليش؟ ليش؟ سيد الحسين سيد ما يسرد عليه سرد سيد. الحسين يريد موضوعية. أنا شريد منك، أنا شريد منك، أنا أطرح السؤال يجوز أنه أعرف الإجابة، بس أريدك تتوجه للكاميرا وتحكي للمشاهد. انا خادمك سيدي. تقول له هذا السبب وهذا السبب انه هاي الشحب هذا الموضوع. سيدنا بالمجمل العام. نعم. انا ما اخصص لك، بس
شعراء الأبوذية، لأن أنا جدا أنقد الاختصاص للكل اللي يكتبون القصيدة. لا خلينا بهذا، خلينا بهذا الموضوع. آه لا شيء، أنا أجيك أجيك. لا لا إحنا خلينا بهذا الموضوع حتى إنه ما تحرق عليه سؤال. أكيد لا ما أحرقه. أنا جايك جايك. الله يحفظك. للمجمل العام الكل اللي يكتب القضية الحسينية. أي. سواء أبوذية سيد اللي يواجهون قضية الحسين صعوبة، ليش؟ شنو السبب؟ سبب الإخلاص. سيد ما عنده إخلاص ويا الحسين ما يكتب أبوذية حسينية لو يموت. سلام الله عليك. سلام الله عليك. إن شاء الله أنت مخلص ويا الحسين. أسأل من الحسين. بس دائما أشوف أنه سيد علي بالوسط معروف شاعر وجداني بالأبوذية. هذا الإخلاص والتوفيق اللي جابانا أقرب حلقة حسينية. أها. والله سيد. نقدر نقول حسار ما بدي حد عليك، نقدر نقول يوم سيد علي راح ينذر كتابة الأبوذية للإمام الحسين من هاي اللحظة؟ إذا أقدر أعاهد الحسين فعاهد الحسين بضريح، أنا ما أقدر أعاهده. مو تعاهده، لا لا، مو عهد، بس أقول لك نقدر نقول هاي اللحظة إنه خلي إنه نبدأ مبادرة جميلة إنه يكون السيد علي أول من يكون مختص بكتابة الأبوذية الحسينية. نقدر نقول غير الحسين. نقدر كل شيء نقول، لكن العهد يكون بضريح الحسين. مو عهد سيدنا، ما أقول له. لا مكان. أي. حتى ما نحجم الموضوع. لا لا ما نحجمه، لا لا. الله يحفظك. لا الحديث يدار به. كلش نقدر. يلا تفضل أسمع منك. يلا. مولاتي زينب عليه السلام. بعد عمتشن مشن لعمتشن. بعد عمتشن. بعد عمتشن مشن لعمتشن اريد من البتش كلش لعميتشن. الله. تشوفوه في الطاحن اعمام لعمتشن على راسه وصايت العباس لي. الله. يا زينب عم ابونا شاش ماله تعطل موش واقف شاش ماله. الله. يا زينب عم ابونا شاش ماله تعطل موش واقف شاش ماله. ماله شو تقول للمعون؟ ايه اظن دنق العمشن شاش ماله انقطع هالخيمتي اهتزت عليه. الله. الله يا زينب. الله. يا زينب عم ابونا شاش ماله تعطل موش واقف شاش ماله. شميله اظن دنق العمشن شاش ماله انقطع هالخيمتي اهتزت علي. العلاوي مشن العلاوي مشن بس عباس يربه وحبلهم يوجع الملعون. يربه. العلاوي مشن بس عباس يربى وحبلهم يوجع الملعون. يربى. اللي بحضن ابو فاضل كان يربى. وقت خلى الاغم يزمخ عليه. ويلا. حق حسين غاد الله يا بينه. اللي يريد مراد من عندنا يبينه. صوتك نصه ابو فاضل يبينه عرق لا ينزل من الرمح ليه. الله. الله جميل جدا. السيد الغالي. سيد علي يقال انه صاحب الفضل على سيد علي. تمام. سيد فاقد الموسى وتحياتنا لخادم الحسين في تصديره للساحه. طبعا قبل لا نسولف انا تسمح لي انه اصفق الابداع سيد فاقد والماتشر. يستاهل سيد فاقد. الله يحفظه. يستاهل. سيدنا بالبدايه الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى. نعم بالله، ولكن اكو اسباب. الله اكو سبب. سيد فاقد صاحب فضل على سيد علي، وبعد يكون شني مصدر اسم سيد علي للساحه. نعم يقال. انا يحصل لي الشرف ان يكون سيد فاقد صاحب فضل على سيد شلون علي. شلون صدرك سيد هذا؟ انت شاعر. خلنا نقرا لك الفقرتين سيد. أي. الفقره الاولى. اي حتى ما على قولتك ما احرق عليك الجمل. الفقرة الأولى سيد فاقد صاحب فضل على سيد علي. أي. أنا هنا بهاي الفقرة إلي الشرف. سيد اليوم مو بالهون إنه خادم الحسين يكون متفضل عليك، سيد فاقد خادم الحسين. فإلي الشرف إنه يكون متفضل على سيد علي. أما بخصوص إنه سيد فاقد علي. سيد علي أنا أحكي وياك كشاعر، أحكي وياك ببرنامج شعري. تمام. ما أحكي وياك إنه
بعلاقتك الشخصيه. ما لها دخل احكي وياك كلام وسط، ما لها دخل بالوسط الشعري للشرف. كلام وسط بالوسط الشعري الحسيني او بغير الحسيني. نعم الشرف انه سيد فاقد، سيد فاقد بن مدينتي كلنا نشرف بيه. الله يحفظك. الشرف انه يكون متفضل عليه، هاي وحده. زين انا نكران ذات من جانبك. ها نكران ذات ومحبب بجناب السيد، الف تحيه له. مو الحسين من جانب المحبب، الله عليه شيء اخر. اي بس لكن سيد حلو ان خادم الحسين يكون متفضل عليك. شلون صدرك؟ خلنا نجيك للنقطه الثانيه. من جانب التصدير يا ريت انه يكون الجواب باختصار حتى الوقت ما ياخذ وياك. من جانب التصدير، سيد علي اول حرف شعري كتبته انا دخلت الساحه. زين عسى وان صح سؤالك انه سيد فاقد مصدر علي، لكن اليوم الماده صدر الشاعر. وصلتك الفكره؟ لكن سيد فاقد متفضل. ما جاوبتني بال والله بليك فيك يا سيد، بالاريد والله بليك فيك. والله انا بدي اوضح للناس والله سؤال يطرح الناس على عينه وعلى راسي. سؤال يطرح الناس على عينه وعلى راسي. اي لكن مثل ما انطيتك تمام. اسمع منك بعد. انا خادم ابو فاضل سلام الله عليه عليه السلام يقول دخيل الله على باكر اخ وتخيل علي والمشرعة ترتجف وتخل. الله منشد دم البنين حزان وادخل شكو عبد الله طفي يصير لي. الله موش بسيف كلكم راح تمعون بخزرتي وانا واجف راحت معا. زين ابو فاضل يقول اعز من ولدي عندي راح تمعون اش يفض عوده وتراحتها بديه. أعز موش بسيف كلكم راح تمعون بخزرتي وانا واجف راحت معا. أعز من ولدي عنده راح تمعون اش يفض عوده وتراحتها بديه. النهر ولع النهر كل لجد ماه الزينب والله خالقني لجد ماه. جميل. النهر ولع النهر كله لجد ماهل زينب والله خالقني. القمر قاع الله ما تحمل لجد ما نزل واختنق صدر الغابرية وحق على خلفتها بديتك. الله يقول له وحق على خلفتها بديتك قبل لا أبدل بروحي بديتك. حسين المشرع محبس بديتك رخصنا المحبس نجيب الرقايه. الله وانت سالم. الله يحفظك. بعد روح سيد علي سؤال يعني وصلني بس انا اكون سامحني على السؤال ولكن اسئله لازم تطرح وتناقش بها نسولف. خادم يقال انه سيد علي موضوع انه يعزم سيد حامد ويعزم غيره ويسوي عزايم على المستوى الشخصي. تمام. والغايه من الموضوع التقرب للوسط وذكر اسمه وتخدم اسمه. تمام. اي يقال انه تقرب للوسط بهذا الجانب. ليش هو سيد علي انه يتقرب للوسط بمادته سيد للامانه يعني للامانه الصريحه جدا. اي اللي يفتهم بالشعر واللي يسمع الشعر الصحيح وياي وياك واللي يستذوق الشعر الصحيح واللي يدور مادة أي. يلقى سيد علي مالك الموسوي بنص الشعر قاعد. اها خلنا حتى ما اطلع لك من الموضوع. زين واللي يتهم سيد علي بهاي القضايا سيد ما اقدر اقول اول برنامج اعدد لك المادة اللي انذكرت على سيد علي باول حلقة ببرنامج هيل وليل. اه والله انذكر سيد علي بالبرنامج برنامج قوافي سيد علي انذكر بالبرنامج. سيد اذا سيد علي ما عنده ماده حتى ما طاح حتى ما طاح برر عن نفسك حتى ما مو ابرر برر عن نفسك هذا واقع. اي انا اريد توصل براحتك هذا واقع. اي قالوا انه سيد علي سواء المواضيع زين على مود انه يتقرب من الوسط يقرب سيد ترى كل شيء يقولون ذن سهلات بس الاشياء موجوده سيد والله اشياء موجوده وداعتك انت اشياء موجوده ابو عبد الله
اللي يسمع الشعر الصحيح يلقى سيد علي قاعد بنص الوسط مو دور الوسط والله. يعني ما مقرب الوسط أبد؟ ما كل الوسط اللي يدور على الشعر. أنت ما كل الوسط؟ اللي يدور على الشعر. اللي يدور على الشعر. أنت ما كل الوسط؟ ها؟ ما كل الوسط؟ ثقة. حلو. ثقة بنفس الشيء. ها. والله. كلش يعني ماكو سيد ما كل الوسط من يا جانب. من يا جانب. جا أنت مو قلت لي سيد علي يقولون يسوى هالقضايا ليش ما المادة توصله؟ سيد دول اللي يقولون هيك ما يعرفون شنو المادة الشعرية. لا أنا هي. رجال عندي مادة شعرية واصل للوسط كله. وبالدليل. شنو الدليل؟ ليش دعيت برنامجك إذا ما عنده مادة؟ شنو هالدليل؟ انطيني غير برنامجي. ها؟ انطيني غير برنامجي. ليش قالوا عليك؟ سيد كل شيء يقولون. اي. فيديو رحت لك كل شيء يقولون عادي، بس أنا شو أقول لك؟ أكو عندي شطر أقول بي الله يخلي ذائقتهم ملح. وأختم لك. أكو مدرسة للشعر الشعبي للأبوذية؟ والله سيدنا حتى ما نظلم الآخرين. اي. سيدنا شوف اليوم اللي يريد يعني يجي من جانب التقليد يتبع الشياع مو تمام؟ زين تمام؟ فأقدر أقول أنا وعيت لقيت قبال أبو معيشي. تقدر مو شي؟ أي. حتى ما أظلم الناس المدثورة هذا ذنب مو ذنبي لكن أقدر أقول على أبو معيشي مدرسة. مدرسة؟ زين ما أظلم الناس. كمليت؟ ها؟ كمليت؟ كملت. سيد ليش ناقضت؟ شلون؟ ليش لك رأي زين طارحة قدامي زين تقول انه اللي يكتب اللي يختص بلون واحد مو مدرسة وهسه تقول ابو معيش مدرسة؟ ما ناقضت. انا على رأيك ما ناقضتني ولا ناقضتك. اي ولا ناقضتني. اي ايش قلت لك انا؟ قلت اللي يكتب لون واحد مو مدرسة. من يقول ابو معيش كاتب بس لابو ذي؟ اليوم لا سيد قلت اللي يختص بلون واحد مو مدرسة. تمام. لازم انه انا ما اشوف مدرسة للأبوذية. تمام سيد انت شو ليش غيرت رأيك؟ لا وجهة نظرك. لا ما غيرت نظرك. لا مو وجهة نظرك كلامك هذا تلمجال؟ تلمجال؟ مو وجهة نظرك تلمجال؟ سيد كلامك هذا انا اقول لك اي سولفنا انه اللي يختص بلون واحد مو مدرسة شعرية. اي ليش؟ لان صلة المدرسة انه جايدة كل الالوان. اي عندك انت معلومه ابو معيش يكتب بس ابوذيه؟ ما يكتب القصيده؟ ما يكتب الزهري؟ ما يكتب دارمي؟ اليوم شنو ابو معيش؟ يكتب كل الالوان وانا متاكد. متاكد؟ اي لكن اكو ابداع عنده بالابوذيه واللون. ابو معيش مدرسه السيد. على عيني وعلى راسي. تعرف ليش سيد؟ انا على عيني وعلى راسي. لك سيد في دور احد. حتى اكون تعرف ليش؟ ليش؟ سيد ما اريد اتعنصر لك. اللي يكون عندنا من الناصريه ما يختص له بلون. سيد الناصريه تكتب الشعر الشعبي كله طقه بالقاع وتكتبه. ابو معيش ما يكتب لون واحد. كل يعني دائما سيد اللغه يعني في دوله مشيت غيرك سيد بس خلنا اقول لك غيرك خلنا اقول لك سيدنا من فضلك في دوله احلى حتى ما ناخذ وقت انه المحافظات كلها على راسي وشاعر شاعر للنخاع اعطيني مجال سيد لا يعني تبوقني بالسؤال لا والله ما ابوق ولا تبوقني بالجواب هذا كلامك المحافظات كلها على عيني وعلى راسي شاعر وللنخاع شاعر سيد شاعر النخاع والناس ريت كذا الشعر طق حق لك ليه سمعتنا لا مو واقع سمعتنا هذا كلام لا راح اقول لك تفضل راح اقول لك سيد الشعر الشعبي العراقي بعده الوان مو اي لا تتصور شاعر من الناصريه يكون مختص بلون اي شاعر من الناصريه يختص بلون انا شك بشاعريته قل لي ليش سيد احنا الشعر نكتبه بكل الوانه والمحافظات كتبه بكل الوانه سيد انت ساعة تقول الناصرية ارجع واقول الناصرية على عيني وعلى راسي والف احترام للناصرية ولشاعرية الناصرية بس لكن يا سيد اكو حقوق للناس سيد على عيني حقوق سيد للناس ما اقول لا خلنا نرجع سيد سيد ما اقول لا نرجع سيد لا حتى ما ترد السؤال نرجع اسمع ابو ذي ارجع واقول لك الناصرية على عيني وعلى راسي الف تحية المحافظات كلها شاعرة وانا سيد ترى 24 ساعة المحافظات اسمع منك ابو خادم نرجع خادم يقول أمان الله النهر يا حسين يمنه يم أمان الله النهر يا حسين يمنه علي من شاشمر بالماي من بيع لي من سيد زين أمان الله النهر يا حسين يمنه علي من شاشمر بالماي يم وأنا حق الأمانة طيت يمنه ويسار الطلمان الهاشمية الله أعاين ما شفت يا حسين سبعين بيهم بس شفت بالنظر سبعين أها
للسبعين ما يحتاج سبعين، هم سبعين وأنا أبطر قدي. الله عايم. الله ما شفت يا حسين سبعين بيهم، بس شفت بالنظر سبعين. الله للسبعين ما يحتاج سبعين، هم سبعين وأنا أبطر قدي. العطش أبو علي يقول العطش ما كظنا حتى نقول هدنا، وربع تصيح شن تانين هدنا هدنا. المهم يا أبو الفضل يردون هدنا الحكي يمك يا مسكين إيش عليه. الله أنت سائل. الله جمهور القرمة قرمة بن سعيد عادة نشوفكم كشعراء خلف الكواليس المتصدرين كتاب الهزوج المهاويل، تمام؟ متصدرين بالمنصة وكشعراء. اليوم انت شاعر، اليوم انت ذائق، هم تعتبر جمهور، تمام؟ فمتصدرين وخلف الكواليس زين تحكي على المهوال وتقول المهوال ما يصير ياخذ مكانه، مو انت سيد علي زين، اقصد على المحيط الموجود، تمام؟ والمهوال اخذ دور واخذ 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 الى اخره، تمام؟ زين تمام. طبعا تحياتنا للكتاب الهزوجه والف تحيه لهذا اللون الجميل، تمام سيد. لكن شوفكم تحجون خلف الكواليس شيء، ومن يصير مهرجان تروحون تدعون زين الناس، اول واحد تدعونه، هذا يعتبر تناقض. الجمهور سيد احكي لك شعراء، الشعراء يسقطون بالمهاويل، الشعراء زين هذا الجانب الشعري. انا الجمهور اكو ناس تحب الهزوجه، يعني اصحاب المنصه، اصحاب المنصه. انت اليوم شاعر اي زين، انتم اليوم كنت تعتبرون جمهور، تعتبر فريد، تمام؟ جمهور يا مجرم، تمام تمام سيد زين تمام. يعني خلف الكواليس يحكون عليه من على المهاويل، خوش زين. وبالاصح من تسوي مهرجان تروح تدعيهم اول واحد عندنا بالقرمه، اي عندكم بالقرمه سيدنا وبكل منصات سيدنا. بس تناقض او متناقض، بس من فضلك، بس من فضلك تفضل سيدنا. انا ضد كل شاعر يتجاوز على هزوجه، متجاوز سيد مشاور يحكي شنو سيد، تفضل سولف خلنا نكمل. انا نقلت لك وجهه نظري وانت تقدر تسولف. انا ضد كل شاعر يتجاوز على المهاويل بالمطلق العام، زين. لكن سيد بالقرمه عندنا سيد، عندنا اسماء وعندنا طاقات وعندنا شعارات خبل، وان صح سؤالك انه اكو شعراء يسقطون بالمهاويل، سيد القرمه تقيم اكبر مهرجان بالعراق للهزوجه على ياسي. يعني شعراء القرمه تسقط بالمهاويل وتقيم اكبر مهرجان بالعراق، هنا اكو تناقض سيد بالوضعيه. هذا اللي جاي يصير سيد، ما له صح، ما له صح ابد، ما له صح. ها الله شاهد ما له صح. يعني باسل من تقعد وياه تقول لي ليش اللي يدعون المهاويل للمنصه مال الشاعر وشكوا بيها؟ زين هسه قلت لي شكوا بيها بالبرنامج، شكوا بيها يدعون، هسه قلت لي شكوا بيها هسه، بس خلف الكواليس يصير بيها شيء. انا اقول انا سيد علي شعراء، سيد انا اقيم اكبر مهرجان للهزوجه بالعراق ان شاء الله راح يجي يومه. الشعراء يقولون الشعراء، وهم وانصح انا ما سامع منك حتى اكون امين بالنقل زين، بس هذا والله سيدنا الامانه ما اشوف شعراء القرمه يحكون. تحياتنا لهم، المهاويل كلهم اصدقائهم، تحياتنا لهم، تحياتنا للقرمه على راسنا، مشرف الجميل، الله يحفظك. اسمع منك ابو انا خادمك يا سيد، انت مشاكلك هواي، انا خادمك سيد، انا خادمك. الله يحفظك سيدنا. نعد نعد والزهره هي تعرف عدنا، اها، وبواج استمر حتى بيوم عدنا مرض، قالوا وقلنا حسين عدنا دوا ودكتور ابو فاضل عليه. الله اشتبه حسره تبي لوعه، وانا باي كلهن والوقت مدري وين بي. الله ايش حد المرضين فيني وانا باي علق من حضره العباس بي. الله السيده الزهراء تقول انكسر ضلعي، ويلا، ورغم هذا ضلع لاي بعلو حيدر، وظل حيدر ضلع لاي. الله انكسر ضلعي ورغم هذا، ورغم هذا ظل علاي بعلو حيدر، وظل حيدر ظل علي. الله البسمار الذي شقق ظل علاي دحش محسن وطفش تعلبي، ويلا اختنك تانى بعصر الباب، اختنك تانى بعصر الباب، ورديت نفسي وهاي حال الروح
وردت ادفعت لي وما دريت الطاح وردت علي واسمع صرخ جبريل بي. الله من خادمك سيد جميل جدا راس. الله يحفظك سيد علي. اريد تقرا لي وتنصف غيرك من الشباب وعلى ذائقتك. انا خادم، انا خادم سيدنا محمد النواس. محمد النواس من ذي قار. ذي قار تحياتنا. تحيات سيد. والله ما تعنصر وجدك. انا حكيت وجدك ما تعنصر بس قل لي بس هذا حك حكيت. الله يحفظك بس قل لي حكيت قبل ما تقرا فد ورحت لك محمد النواس. لا قل لي حكيت. ها قل لي مو قل ذي قار سيد وطلعت ما ادري ذي قار المفروض اقوم على حيلي. فد ورحت احتراما لك فد ورحت لك بس انت يا اخي فد ورحت احب اقول لك مشكلنا وين الناس. محمد النواس تحياتنا لابو جاسم. سيدة زينب بتقول خذ وراسك يا لبراسك شينا ولا بالخيل ظل منك شينا. خذ وراسك الله يا لبراسك شينا ولا بالخيل ظل منك شينا. الله أهل قال لك طاحت شينا علو كب خيبر بيد الجوية ويلا فيصل العويلي ذي قار. الماي الماي بعين اخوي السهم ما طاف وطف الماي يشيل الثار مو طف. اي والله الحجيج من انخلق لليوم ما طاف بكثر ما طافوا براسك عليه. الله الله عدنان الغزي. الله عدنان الغزي ابو حيدر لا اله الا الله البيت خادم. الماي الماي بعين اخوي السهم ما طاف وطف الماي يشيل الثار مو طف. الحجيج من خلق لليوم ما طاف بكثر ما طافوا براسك علي. الله عدنان الغزي. حسين انت المرتج لا يموعون حسين انت المرتج لا يموعون وهو ينشلقط المصيوب معون ليش افريجي. الله حسين انت المرتج لا يموعون وهو ينشلقط المصيوب ليش افريجي وردت للماي ماعون عرض ريجك قباله وشلت ديه. سيد كريم الموسوي. بناتك خويا غربه وزعوهن غرب والقرب يمك وزعوهن. الله بناتك بناتك خويا غربة وزعوهن غرب والقرب يمك وزعوهن ودرك على المعسكر وزعوهن كفه وزاد جسمك لاله ميه. ويلا عقيد العامري. المصايب على المصايب لاحمتني وخيمكم لاولتني لاحمتني يخسم قال صوت لاحمتني العرش متنش يوصل الصوت ليه. سيد عيد على البيت خادم. المصايب على المصايب لاحمتني وخيمكم لاولتني لاحمتني يخسم قال صوت لاحمتني العرش متنش يوصل الصوت ليه. مصطفى الطائب ومؤمن. انا بتل يرد الشمس واختل سمع بيه الفرات وخلب واختل. الله الله انا بتل يرد الشمس واختل سمع بيه الفرات وخبط واختل خلب ما بين راق وراق واختل بهز واستبعد العباس لي. الله الله محمد الموسو. الله مضى الحيل بعد يا حسين شيباه كل شي ماكو مظن مظن حيلي بعد يا حسين شيباه وخواتك شيتي ونبحاه شيب لقيت بجربة العباس شيبة نفس الشيبة اللي بذل عزتشي. الله الله سلامتك سيد. الله تاج راسي. الله اكبر على راسك سيد. تاج راسي يا حبيب. أنا الله خادم. انا خادمك مولي. سيد هسه الخيار لك سيد. انا خادم خلنا نقرا لك للخيار. خيار لك سيد. انا خادم سيد. علمتني حيل. الله يحفظك. يشهد الله سيدنا. من جانب المواقف والقصص
احنا اعظم قصة عندنا قصة سيدي الشهداء ومواقف سيدي الشهداء. لكن ما زال سيدي الشهداء ثورة وسلسلة للثورات. سيدنا خلنا احكي لك على مواقف الثورة اللي صارت عندنا هناك. سيد زي. صارت عندنا بلاوي. سيد احنا الناصرية بنقول لك من الناصرية وسيد والله من حرقة قلب احنا ظلينا بلاية توابيت. سيد وصلت مرحلة ما عندنا توابيت نشيل الموتى. ولا والحسين سيد انا ما احكي لك بوحدة ترى. سيد ذيك المرة العفيفة سيد اللي وصل خبر استشهاد ابنها وقفت على راسه تقول للدكتور ما بيها مجال يعيش سيد وين تروح؟ ويلا ويلا على لسانها تقول روح الفرح ويلا روح الفرح من الزغر ندها على ضيم ويا صخور جبال ندها اذا بيها مجال يعيش ندها واذا ما بيها ولا مقبر لي ويلا ادين سيد هذا روح الفرح من الزغر ندها على ضيم ويا صخور جبال ندها اذا بيها مجال يعيش ندها واذا ما بيها ولا مقبر لي ادين الذبحة تبني كون تابيت تشوف من البتش مايو تابت اي والله ما تبني لكن ما حصل تابوت الله الله سيدي دين الذبحة تبني كون تابيت تشوف من البتش مايو تابت ما تبني لكن ما حصل تابوت رايك شيعي تبني على دي اويلا طلع رايد وطن ابني اي وردنا بشفن ومسرفن عيونه وردنا خل عاقولهم يذبح وردنا المهم كون الوطن راضى عليه الله سيد الحزن يهدم يهدم والله يهدم الحزن يهدم وعقبا ويبني وطلابة طالبة روحي ويبني المغرب كنت خلصنا ويبني انشتل وشلون خلص المغربي ويلا عيد سيد هذا الحزن يهدم وعقبا ويبني وطلابة طالبة روحي ويبني ويبني المغرب كنت خلصنا ويبني انشتل وشلون خلص المغربية الهضم شودر على روحي لحلها ولا خيط الفرح مرة لحلها الشدة الما يصح واحد لحلها ذب عليها ولد الناصري والنعم تاج راسي شكرا يا حبيبي لك وشكرا للناصرية وشكرا لولد الناصرية سيدنا الغالي شرفتنا اليوم ونورتنا وانا ممنون منك وكنت مبدع وشكرا للكادر الجميل يحفظك الكادر الحسيني الكادر المهذب الله يحفظك الاخوة سيدنا. وانا خادم سيد ومعذرة منك ومعذرة من وضعي كلها بس هذا اللي بقلبه سيد بدي اروح لك انت اللي بقلبك على لسانك الله يديمك سيد وانت انسان نظيف وصادق الله يسر عليك الله يحفظك ممنون جدا خادمك انا الله يحفظك الله يسلمك الله يسر عليك الان اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فجر الابوذية انتظرونا بحلقه جديده الى ذلك الحين استودعكم الله Thank you.